طيب نروح بقى لفقرتنا الاخيره، وطبعا دي فقره عرض اجاباتكم ورسائلكم على سؤال حلقتنا النهارده. تقييمكم ايه اداء نادي الاهلي قصاد النصر والزمالك قصاد بتروجيت؟ اسراء عادل من الفيسبوك بيج الخاصه بالقناه دي ام سي سبورتس تي في بتقول مساء الخير عليك يا شيماء، اداء الزمالك النهارده متوسط خصوصا في الشوط الثاني، واداء الاهلي النهارده كان اداء عالمي ممتاز جدا. محمد خاطر او خطار بيقول مساء الخير يا شيماء، الاهلي قدم اداء رائع والزمالك يعني ماتش جيد. شادي بندق بيقول اداء الزمالك الشوط الاول كان كويس لكن الشوط الثاني كان استهلاك للوقت، والاهلي كالعاده اداء متميز تحت قياده حسام البدري. صالح محسن بيقول مساء الخير، اداء نادي الزمالك كان جيد جدا جدا ولكن لسه في كتير، اما بالنسبه للاهلي فاداء الاهلي كان ممتاز جدا والدوري اهلاوي اهلاوي وافتخر. احمد فتحي بيقول مساء الخير يا شيماء، اداء الزمالك النهارده متوسط خصوصا في الشوط الثاني، اداء الاهلي النهارده كان اداء عالمي ممتاز وان شاء الله ازاره هو هداف الدوري. محمد بكري بيقول مساء الخير، الزمالك قدم مباراه مميزه جدا، اصرار اللعيبه سر الفوز في اللقاء، اما بالنسبه للاهلي خلاص عرفنا انه ما بيقفش على لعيبه، والاهلي بمن حضر وتحياتي ليكي. بشكرك جدا. تعالوا نشوف سريعا الاراء اللي جات لنا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر شجع مع شيماء. يوسف بيقول مساء الخير يا شيماء، احلى بشكرك جدا، اداء عالمي ولا اروع من النادي الاهلي، والاهلي بمن حضر ومبروك عوده حمودي لمستواه، اداء متوسط لنادي الزمالك في رعونه في الشوط الثاني، وصحابه حسن رونالدو واحمد صابر ازارو وفتحي صابر سي ار 7 مهاجم الاميريه بيسلموا عليا. شكرا شكرا، سلمي عليهم واحد واحد. ايمن بيقول ما بتفرجش على الدوري اللي ما فيهوش منافسه، تصبحي على خير. سعيد بيقول مساء الخير عليك يا شيماء كل الاهلاويه مساء الخير عليهم. سعيد من الشرابيه عندي استفسار، هو جد نادي اللي جاب الجون الخامس ده ولا ايه؟ طيب دي كانت بعض التويتات اللي جات لنا النهارده، للاسف مش هقدر اقرا تويتات كتير عشان وقت الحلقه النهارده. اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 1 بعد منتصف الليل في حلقه جديده من تايم اوت، تصبحوا على الف خير.